مخزون سياحي ثري يتكون بالأساس من مواقع أثرية ومحميات إلى جانب البحيرات والعيون المائية الساخنة، كلها عناصر تجعل من ولاية سيدي بوزيد قطبا من أقطاب السياحة البديلة، خاصة وأنها تمثل همزة وصل بين السياحة الصحراوية والشاطئية. في هذا الإطار انتظم بمقر الولاية يوم إعلامي لطرح خصوصية الواقع السياحي بالجهة وتسليط الضوء على آفاقه. وضع مخطط عمل على المدى القصير والمتوسط والبعيد وتحديد الأولويات ليصبح القطاع السياحي مقومات تنمية جهوية وعامل فاعل في النهوض بالاستثمارات وخلق مواطن شغل إضافي بالجهة. محمية بوهدمة وعين هداج وغيرها من المناطق التي تعج بها سيدي بوزيد والتي من الممكن أن تجعل من الولاية وجهة سياحية بامتياز وتعزز الجانب التنموي بالجهة، هذا ما أكده أغلب المشاركين في اليوم الإعلامي. حبينا يكون استغلال مشترك ما بين وزارة الثقافة ووزارة السياحة في استغلال المواقع الأثرية في سيدي بوزيد، كما موجودة بعدة أماكن جميلة في سيدي بوزيد ما يعرفوهاش التوانسة الكل، كما الفزقية الموجودة في سيدي علي بن عون، كما الحناية الموجودة في سيدي علي بن عون، كما موجودة في موقع أثري في السعيدة جلمة. المواد الأولية كلها جاهزة في ولاية سيدي بوزيد، بقي شنو؟ ثم جانب تشريعي معطل اللي هو وجانب استثماري معطل، هذايا الحقيقة اللي هو على عاتقنا احنا نواب ولاية سيدي بوزيد لابد ان نذهب بعيدا في التشريع، خاصة في الاراضي، تحويل صبغة الاراضي وكذلك جذب المستثمرين للاشتغال على هذا المجال في ولاية سيدي بوزيد. القطاع السياحي بسيدي بوزيد من الممكن أن يكون نهجا جديدا أمام الجهة لإبراز مميزاتها والاستثمار في السياحة البيئية والثقافية والاستشفائية وغيرها.